أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي أن نجم الوداد يقترب من الانتقال إلى نادي الأهلي المصري بداية من الموسم المقبل، وذلك رغبة من كولر المدير الفني لفريق الأهلي في تدعيم خط الهجوم للمارد الأحمر. وأكد مهيب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر أن النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع فريق الوداد الرياضي للتعاقد مع المهاجم السنغالي جونيور بولي سامبو مهاجم الوداد من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق. وأشار إلى أن النجم السنغالي سامبو جونيور بولي أحد أبرز الأسماء المطروحة في الوقت الحالي على لجنة التعاقدات الخاصة بالأهلي المصري، حيث يتطلع النادي لحسم الصفقة بناء على رغبة من جانب كولر مدرب الفريق. وأتم النادي الأهلي سيقدم عرض رسمي للحصول على خدمات سامبو بداية من الموسم المقبل، وذلك من أجل حسم انتقاله للقلعة الحمراء في الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب نال إعجاب الجهاز الفني لفريقه وبات هو المرشح الأقوى لتدعيم صفوف النادي الأهلي. ويتطلع النادي الأهلي لحسم صفقة مهاجم الوداد الرياضي بداية من الموسم المقبل، وذلك بناء على رغبة من جانب مدرب الأهلي في ظل عدم إزادة ثنائي محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا لضربات الرأسية، وهو الأمر الذي يدفع المارد الأحمر لحسم التعاقد مع المهاجم الذي يزيد الضربات الرأسية. الأمر يتعلق ببولي سامبو هداف الوداد الرياضي.